تركيا متواصلة في التعنت نتاعها. تركيا الآن يعني أصبحت تتصرف بجانب كل ما قيل في الروبورتاج بخصوص التوافق المصري التركي، لا أعتقد أن له أساسا من الصحة بتاتا، لأن مصر لا تزايد في مثل هذه الأمور، والجيش المصري لا يزايد في مثل هذه الأمور، ولن أصدق أن مصر في يوم من الأيام ستقبل بتدخل تركي عسكري في ليبيا وبالتوسع التركي. وكما ذكرتم ونوهتم في الروبورتاج في التقرير قبل المداخلة هذه، كون تركيا بات بالمكشوف، كونها تريد النفط الليبي بالأساس، يعني نعم. إلى جانب غايتها التي كانت واضحة من البداية هي إعادة تقسيم ليبيا على الطريقة الاستعمارية العثمانية، وهذا ما رفضناه وهذا ما نددنا به يعني مرارا وتكرارا. ليبيا الآن تريد السيطرة على المراكز النفطية في ليبيا، يعني تركيا عفوا تريد السيطرة على هذه المراكز النفطية، على هذه الحقول النفطية. إذن أهدافها باتت خسيسة الآن وواضحة للجميع، ولا أعتقد أن كما قلت لكم أن مصر يمكن أن تبايع في هذا المجال، لأن مصر أيضا مهددة. إذا تم لا قدر الله السيطرة الإخوانية على ليبيا وسيطرة ميليشيا السراج الإرهابية على ليبيا وعلى دواليب الدولة في ليبيا، فإن مصر ستكون طبعا التبعات سلبية على مصر وعلى الجزائر وعلى المنطقة ككل. إذا الهدف التركي هو ليبيا في البداية، ومن ثم الجزائر ومصر. هذاك علاش هذا ما يدعونا ايضا الى مزيد اليقظه وعدم التصديق لهذه الاشاعات القائله كون هنالك اتفاق بين انقره والقاهره. لا اصدق مثل هذه الترهات، لانه مصر لن تزايد ولن تبايع في هذا المجال، وتونس ايضا والشعب التونسي من هنا يعني بات واضحا الان مع تعديل موقف رئاسه الجمهوريه التونسيه تجاه القضيه الليبيه والصراع الاخواني مع رئاسه الجمهوريه وعدم رضا حركه الإخوان المسلمين فرع تونس مع رئاسة الجمهورية التونسية، لأنه عدلت موقفها وقالت كون حكومة السراج غير شرعية وكون حكومة السراج مؤقتة، وهذا طبعا نزولا عند رغبة الشعب التونسي وعند رغبة النخبة التونسية، لأنه منذ سنين ونحن نندد بهذه الحكومة اللاشرعية، ونحن نندد بالجرائم التي ترتكبها ميليشيا السراج في حق الشعب الليبي وفي حق إخواننا الليبيين. إذا الموقف تغير الآن، وأعتقد أن هذه الحكومة حكومة الصخيرات إلى زوال قريب، يعني لن تدوم أكثر. نعم. طيب سيد عبد السلام، برأيك من بعد هذه المواقف الاحترازية التي يقوم بها البرلمان وأيضا المواقف الدولية التي تؤكد على عدم استمرار تركيا في بغيها وانتهاكها للسيادة الليبية، هل سيؤثر ذلك من الجهة الأخرى؟ ربما يقف أردوغان وحكومة الصخيرات للعد قليلا قبل الاستمرار في هذه الانتهاكات، أم ستستمر تركيا في هذا التهور السياسي والعسكري أيضا في الأراضي الليبية؟ أعتقد أن ليبيا أن تركيا إن استمرت في هذا التعنت وفي في ارتكاب مثل هذه الجرائم في حق ليبيا، مصر لن تسكت والدول الجوار أيضا لن تسكت. يعني إلى جانب صمود الجيش الليبي العظيم، الجيش الليبي الذي واجه عالما بأسره، لأنه الإرهابيين اللي عندكم الآن في ليبيا هم من جنسيات مختلفة، لا أعتقد أنهم يحاربون الجيش الليبي، إنهم هي قطرية واضحة للعيان. يعني الحلف حلف الشر، هذا الحلف القطري التركي الذي لا يريد الخير للمنطقة ولليبيا بالأساس وللشعب الليبي بالتحديد. يعني هم الآن في آخر معناها رقصات الديك المذبوح، لأنه كما قلت بات للكشف، والورقة الإخوانية أخي الكريم يعني على وشك الانتهاء في تونس، هم الآن على وشك الانتهاء، كانوا معاملين على تونس. أردوغان كان يعني واضعا ثقته في الغنوشي وفي حركة الإخوان في تونس لمساعدته في الشأن الليبي ولتسهيل العبور لليبيا والسلاح والعتاد إلى آخره. الإخوان الآن انتهت ورقتهم، وكما تعلمون كون حكومة السراج الإرهابية هي حكومة إخوانية، وهم إخوانيون بالأساس، متبنون للفكر الإخواني، وهم ينتمون للتنظيم يعني للجماعة العالمية للإخوان المسلمين. إذا هذا التنظيم أعتقد أنه على زوال، ولا أعتقد أن تركيا ستستمر في مثل هذه الانتهاكات، لأنه مصر واقفة والجزائر واقفة وتونس واقفة والشعب العربي كله سيصمد أمام هذه الاعتداءات الصارخة. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد عبد السلام شقير، كنت معي مباشرة عبر الهاتف من العاصمة التونسية، شكرا جزيلا لك.